أخبر لديك بني العباس مالكة لا تدعوا ملكها ملكها العجم. أي المفاخر أضحت في منازلكم وغيركم عامر فيهن محتكم. كل ما كنت خليفة المقام لم يفرح له أحد وآخر مات لم يحزن له أحد حقا. خليفة في قفص بين وصيف وبوى وادي الأتراك يقول ما قال له كما يقول البابا. كل شيء يمرون ويحشش الآن نفس الشيء. الآن كل العالم يد أمريكا. شو تقول أمريكا لازم ينفذهم كل الدول الإسلامية العربية. صحيح تشوف عقالها تفرع وكذا لكن من جوا كل شيء فوق الله. الله يقول من تحت العلم كل الأمر بيد أمريكا خاصة هذول الحكام ماكو هذول العلوج بحرين ويا البحرين ولا ماكو شارباته هنا ودعت هذا الشارب المرأة أفضل من عنده مواقف امرأة أفضل من الشوارع. يسمعون هنات اليتامى وهنات المساكين وهنات الكذا هذا الدور العارة في البحرين. زين اليوم قالوا رصاصين شهيدين اللي يسوون على الخليفة اللي أجمعين يعني. قال هذول عندهم شرف عندهم عفة أهل العفة أفضل من اللي ما عندهم عفة وشرف مول ولا لا شكل. هاي في السعودية ماذا يحدث في الحساس القطير لأنهم ينتمون إلى علي وآل علي لأنهم ينتمون إلى محمد وآل محمد. هكذا عتبت على الدنيا فقلت إلى متى. شريف الرضي يقول أقابل هما من الحزن ليس جلجلي أكل شريف من علي جنوده حرام عليه العيش غير محلل.